تسعة معلم خي لازم هذه دول العالم تصير كتير كتير غنية. لا بقى لك يا خي، مش شايفهم هدول العالم صار لهم أكتر من زداد بيبيعوا حكي بيبيعوا حكي؟ ايه لازم يكونوا هلأ ثروات هائلي معهم. يا والله بتعرف مصاروا بيعينهم حكي أكيد، اللي بيكون مصاري مكدس يعني هون. ايه عشان هيك عم فكر أنا فينا هون إحنا بالبلد. شو بدك تعمل انت؟ خيلين احنا كمان ما منبيع حكي، منطلع مصاري كتير. لا ما بتزبط، نحن عنا هون. ليه ما بتزبط؟ لا لانه نحن عنا هون الحكي ما له قيمة. شو ما له قيمة يعني؟ تهيش يعني. ما بينباع يعني. لك لا ما سامع الحكي ما له جمرك، نحن عنا الحكي ليه جمرك ولا يربح ولا شيء. طب يا خي ما عنا هجرة قدمة غالي، ما منبيع عقول. بدك تبيع عقول؟ لك ايه منبيع عقول، عنا كتير عقول نحن. انت بدك تبيع عقلك؟ انا عم فكر فيها يعني، اذا هذا ببيع عقلي انا. ولا ما بيجيب رسماله، منك بالعقل انت.